هنبدأ في أول سؤال. Every triangle has at least، اتفقنا على الأقل هلاقي two acute interior angle. In triangle ABC if measure angle B plus measure angle A equals measure angle C، يعني C هي اللي equal sum، ساعتها مين الأنجل اللي هتبقى 90؟ C، يبقى measure angle C equals 90. C، the measure of the exterior angle of a triangle equals the sum of the measure of، احنا اتفقنا اهم حاجة هتتكتب non-adjacent interior angle، كتبت of two، حطيتش التو مش فارقة، لكن اللي يفرق two non-adjacent non-adjacent interior angles، non-adjacent interior angles. The measure of each interior angle of the equilateral triangle. The equilateral triangle by each interior angle. The interior angle بتبقى 60. خلي بالنا إن ساعة السؤال ده يقوم سألك بدل ال interior يقول لك ال exterior، بدل كلمة interior exterior. سؤال مهم وبيجي كتير. بصوا كده، أنا لو رسمت equilateral triangle رحت عامل extension عشان يظهر exterior angle، نفترض التراينجل ده اسمه ABC، في هنا دي، لو بسأل على الـ interior angle، الـ interior angle كل واحدة فيهم 60، وده السؤال بتاعنا عشان كده كتبت 60. لكن لو سألت على الـ exterior angle at a vertex of the equilateral triangle، الـ exterior مش هتبقى 60، هتبقى 120، عن طريق هي exterior عند C تبقى equal sum لـ A و B، يبقى 60 plus 60 120، أو عن طريق الـ adjacent اللي جنبها حتى، هتعمل 180 minus 60 هتطلع 120. فخلي بالك إن حرفين اتنين اي ان و اي اكس حرفين يغيروا الاجابه من 60 ل 120، فلازم اقرا السؤال كويس اشوف هو طالب ايه بالظبط. نبدا في المسائل اللي كلها هتتحل بالبروف بقى. 2 دي على سيرام 1 اللي احنا خدناها وعلى فكره الاكستيريو. AD bisects angle BAC، يعني في 2 angles equal هنا. measure angle B 30، measure C 40. طالب مننا measure الangle ADC اهي. ADC هبدا السؤال بايه؟ بال 30 وال 40 اقدر اجيب ايه؟ يبقى باستخدام التراينجل هقدر اجيب ايه كلها الاول؟ Since ABC is a triangle، ABC triangle، then كده هستنتج measure الانجل BAC هيبقى 180 minus sum بتاع ال 30 مع ال 40، تطلع الإجابة 110 ديجري، جبنا BAC كلها 110. يجي الدور على البايسيكتور بقى، since إن الـ AD ray bisects، AD ray bisects angle BAC، يبقى then ساعتها في two angles قد بعض دول، طب كلها طلعت 110، يبقى هنا 55 وهنا 55، يبقى then measure الانجل BAD هتبقى equals لميجر الانجل CAD، كل واحدة فيهم 110 divided to هيطلع 55، جبنا كل انجل من دول 55. طب هو ايه المطلوب؟ ADC ممكن بالتراين من هنا 180 minus الصم، وممكن ساعتها ان انا اقوم جاي عامل بالاكستيريور تبقى ايكوال الصم لدول، بس خليك في التراين، يبقى زن كده ميجر الانجل ADC، ADC هتبقى equals 180 minus الصم بتاع ال 40 مع ال 55، ونجيب الإجابة
اللي احنا هنلاقيها 85 ديجري يطلع معنا الانس. السؤال لو بصيت كده للافكار اللي موجوده فيه، فكره التراينجل، فكره البايسيكتور، بعدين كملتها باستخدام التراينجل. هنتنقل للثري. EF parallel لCD، عندنا الـ EF parallel لCD، measure الانجل E 50، هنا 50، measure الانجل C 30، عندنا D belongs لCB ray، find the measures of the angles of triangle ABC، عايزين كل انجل جوه triangle ABC، اللي هما التو انجل دول، بالإضافة لmeasure الانجل ABD، أهي. ABD. انت اللي بتقرر بقى. ممكن طالب يكتشف حرف الزد فيجيب ABC الأول، ممكن طالب تاني يكتشف حرف اليو فيستنتج الانجل ABD الأول. اللي انت بتشوفه الأول هتستخدمه. لو بدأناها بحرف الزد لأن انا عارف ان انتوا بتشوفوه أسرع، يبقى هبتدي في الأول أقول since ان الـ EF ري parallel حسب ما قال لسي دي ري، then ساعتها ميجر الانجل اي بي سي هتبقى ايكوالز لميجر انجل اي، كل واحده فيهم 50 ديجري اورتورنيت انجلز. طب جبنا هنا 50، هكمل ازاي بقى؟ براحتك، ممكن بالتراينجل تجيب ايه الاول، ممكن بالادجيسنت او باليو تجيب الانجل اي بي دي الاول، اللي رايح. لو احنا كملنا بالتراينجل يبقى زم ميجر الانجل بي اي سي هيبقى 180 ماينس الصم بتاع ال 30 مع ال 50، تطلع الاجابه 100 ديجري. جبنا الانجل بي اي سي طلعت هنا 100. طب اي بي دي، انت عارف ان ABD اصبح ليها دلوقتي ثلاث طرق، ممكن بالادجيسنت 180-50 تطلع 130، ممكن بحرف اليو هعمل 180-50 تطلع 130، ممكن بالاكستيريور انها اكستيريور للتراينجل ده تبقى ايكوال الصم بتاع ال 100 مع ال 30 هتطلع الاجابه 130. ثلاث طرق والثلاثه طبعا صح وبيطلعوا نفس الاجابه، اختار الطريقة اللي تعجبك. ممكن اشتغل باليو على اساس ان انا كاتب ان في parallel line فما اكتبش سنس تاني، ما خلاص انا حاططها اهي، واقوم قايل measure الانجل اي بي دي هتبقى 180-50 130. طب اللي بيصحح هيعرف ازاي ان انت اشتغلت باليو، ان انا اكتب كلمة interior angles، ده أقل عدد من الخطوات ممكن أكتبه في مسألة زي دي. أنا عارف إن في ناس هتكون مزودة خطوة واثنين وتلاتة وأربعة، أنا بقول لك ده أقل عدد من الخطوات ممكن أكتبه، ومش بكمية الخطوات، المهم إنها تكون صح، مش اللي هيكتب أكتر هنديله درجات أعلى، يعني الموضوع ما بيمشيش كده خالص. يعني نروح لفور، عندنا الإكس ميد بوينت والواي ميد بوينت وزد ميد بوينت. بروف ذات ان بريمتر اوف تراينجل اكس واي زد، بريمتر تراينجل ده كده عايزينه يبقى هاف بريمتر التراينجل اي بي سي، احنا كنا واخدين واحده زيها بس كان فيها نمبرز، دي ما فيهاش نمبرز، فكل اللي هتعمله هتاخد الجيفن اهو، علمتك في الحصة إن إحنا بنكتبه مرة واحدة عشان ما نكتبش كتير، هاخد الـ 3 mid points x y and z are mid points. وبحدد لمين طبعاً؟ لـ A B و B C و C A. زين ممكن أبدأ بـ x z، x z هيبقى parallel لـ B C، ولينس الاكس زد هيبقى هاف
بي سي واسمي ده وان. هتقولي طب واجيبه منين يا مستر؟ ما حدش قال لك تجيبه، ما مفيش لينسز. وبعدين نروح لواي زد، واي زد هيبقى بارلل لاي بي، واي زد هيبقى هاف الاي بي، واي زد هاف الاي بي، سمي ده 2. فاضل مين بقى؟ اكس واي. ويبقى اكس واي بارلل للاي سي، واكس واي هاف الاي سي، اكس واي هاف اي سي، ونسمي ده 3. طب ايه رايكم لما يبقى اكس زد هاف بي سي واكس واي هاف اي سي واي زد هاف اي بي؟ يبقى الصم بتاع السايدز يعني البريمتر للتراينجل اكس واي زد هاف البريمتر للتراينجل اي بي سي. طب هقولها ازاي دي؟ هقوم قايل فروم 1 2 3 من الثلاث استمتارات دول زن، يبقى كده البريمتر اوف تراينجل اكس واي زد بيمثل هاف البريمتر اوف تراينجل اي بي سي، هيمثل هاف البريمتر بتاع تراينجل اي بي سي. يطلع الحل معايا. فايف، هنا هتحتاج تفكر شويه، يعني في مسائل بتبقى واضحه كده مجرد بس انك عارف الافكار بتبتدي تحل على طول، في مسائل بتحتاج منك شويه وقت ان انت تفكر شويه، زي السؤال ده. اي بي سي دي عباره عن باراليلوجرام، اي بي سي دي ده كده باراليلوجرام اكيد هستفيد منه. بي سي ايكوالز سي اي، قايل ان البي سي ايكوالز سي اي، يعني سي اصبحت ميد بوينت للبي سي للبي اي، سي هي الميد بوينت للبي اي. بروف ذات ان اي اف ايكوالز اف اي، يعني عايز اثبت ان اف ميد بوينت للاي اي. طب احنا واخدين سيرم اللي هي كانت سيرم 2 هي اللي بتثبت ان في ميد بوينت ثانيه، فكنا بنقول لازم تراينجل والاقي واحده ميد بوينت وبارالل لاين فتبقى الثانيه ميد بوينت. هل التراينجل ده موجود؟ اهو اللي انا همشي عليه ده اي اي بي، التراينجل ده المفروض عينك تبقى مركزه جواه. هل في ميد بوينت؟ سي، بس مش نافعه لوحدها، انا عايز الاثنين دول يبقوا بارالل كمان، عشان سيرم 2 قالت كده لازم ميد بوينت وبارلل لاين عشان تبقى الثانيه ميد بوينت. طب ما حدش قال ان دول بارلل لبعض، هجيبهم انا منين بقى؟ هجيبهم بارلل لبعض عن طريق الباراليلوجرام. هو مش قال ان الشكل ده باراليلوجرام؟ خلاص يبقى سي دي بارلل بي اي، يعني سي اف لان ده جزء من سي دي هيبقى برضه بارلل لاي بي، وكده اكتمل الشرطين بتوع سيرم 2 فاشتغل بسيرم 2 واثبت ان اف ميد بوينت. طبعا خدنا في الحصه مسائل كانت بتجمع ما بين سيرم 2 و3 وما بين البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام. يبقى لما هبدا السؤال ده هقوم بادئ ان الاي بي سي دي، سينس اي بي سي دي از باراليلوجرام عنده بروبرتيز كتيره، انا محتاج واحده بس. ايه الواحده اللي انا محتاجها؟ ان سي دي هيبقى بارلل لاي بي. ندخل بقى جوه التراينجل اللي انا اتحركت عليه ده، ان تراينجل اي بي اي، كل اللي هتعمله هو استخدام سيرم 2، سينس محتاج حاجتين موجودين، سينس سي از ذا ميد بوينت C is the midpoint of BE and CF parallel AB. يبقى في midpoint و parallel line أهم. Then ساعتها استنتج إن F is the midpoint. F is the midpoint of AE. وطالما اف بقت ميد بوينت للاي اي
وصلنا للي هو عايزه ان الـ AF هيبقى equals FE AF add FE. ده تصحيح الوارد كأني بشرح الدرس للمرة الثانية. أنا مش مجرد بقول لك الإجابات وخلاص، لا، كأن الدرس بيتشرح تاني قدام عينيك بمسائل أكتر كمان. وصلنا لـ 6. دي و اي ميد بوينتس، ادي دي ميد بوينت وعندنا الاي ميد بوينت، كمان اكس ميد بوينت الدي اف، اكس ميد بوينت، لينس البي سي 12، يعني اللينس الوحيد اللي موجود في السؤال بي سي 12، واكيد ده اللي هنشتغل منه عشان نوصل للينس الاكس واي. ركز في السؤال كويس، هتلاقي فيه تو تراينجلز. أول تراينجل لازم أبدأ بيه ده ABC، تراينجل ABC ده التراينجل الأول اللي أنت هتبدأ بيه. هتقول اشمعنى يا مستر؟ عندك ميد بوينت موجودة في E وعندك ميد بوينت موجودة في D، يبقى الـ ED parallel للـ BC و half الـ BC، جبنا ED 6 سنتيمتر، قدرنا نوصل لـ ED وهيطلع معانا 6 سنتيمتر. دي البدايه بتاعتك. يبقى انا ليه بدات بالتراينجل ده؟ هيساعدني ان انا اجيب اي دي. طالما جبت اي دي هقدر اجيب اكس واي. لكن ان انا ابدا بالتراينجل ده عشان اجيب اكس واي مفيش حاجه موجوده. لازم انا اجيب اي دي الاول. يبقى هنستخدم في البدايه سيرم 3. فين؟ ان تراينجل اي بي سي، جوه تراينجل اي بي سي، سنس اي ان دي دي are midpoints. وأحدد لمين زي ما هو قايل، لـ AB و AC، يبقى زين كده AD parallel لـ BC، وإيه كمان؟ ولينس الـ AD هيمثل half الـ BC فيطلع 6 سنتيمتر، جبنا AD 6 سنتيمتر. طالب منك بعد كده انك تبص لي في التراينجل ده. بس نبص على ده، ايه رايك بقى بالنسبه للتراينجل ده؟ معاك الحاجتين بتوع سيرم 2 اللي هم ايه؟ في ميد بوينت عند اكس واكس واي بقى بارلل لاي دي. هتقول ازاي يا مستر؟ ما انت لسه كاتب اهو ان اي دي بارلل للبي سي، فلما اخد جزء من البي سي زي الاكس واي هيبقى parallel لإي دي. طب طالما في ميد بوينت في إكس وإكس واي parallel لإي دي، تبقى الواي ميد بوينت الأول، بعدين أقول إن إكس واي هاف إي دي فيطلع 3 سنتيمتر. أول مسألة تجيلك بتستخدم سيرم 3 وسيرم 2 كمان، الاتنين مع بعض في مسألة واحدة. إن ترينج إي دي إف، جوه ترينجل إي دي إف، سنس ايه اللي موجود فيه؟ سنس ان اكس از ذا ميد بوينت. اكس ميد بوينت اوف دي اف. طب الشرط الثاني اكس واي، هو ما كانش بارلل لحد، بس لما قلنا ان اي دي بارلل لبي سي اصبح الاكس واي دلوقتي بارلل لاي دي. لان ساعات الطالب يقول لي طب ما ابتدي بده على طول. ما ينفعش يا بابا، الاثنين دول مش بارلل، كان لازم انا اجيبهم بارلل من الترينجل اي بي سي الاول. لقيت الشرطين دول، يبقى زين ما استعجلش، اقول الاول ان واي از ذا ميد بوينت. واي هتبقى الميد بوينت اوف اي اف، فيبقى الاكس واي هاف الاي دي، وهذا الاي دي هيطلع 3 سنتيمتر. طالب الشاطر المفروض دلوقتي بيبتدي يشوف هل في خطوات اتنست. نسيت اقول ان واي ميد بوينت، استعجلت، بدات بده الاول. تبتدي تعرف المشاكل اللي عندك فين عشان ما تقعش فيها بعد كده. كل دي مسائل يعني غير قابلة للنقاش، يعني ما ينفعش حد يقول لي إيه طب سؤال، أنا ممكن أكون حليت بطريقة تانية. مفيش طريقة تانية ولا طريقة تالتة، دي مسائل لازم تبقى عامل زي لو أنت مذاكر
لازم هتلاقي نفسك عامل زي. وصلنا ل 7 A B C D trapezium. A D parallel B C. A D half ال B C. طب عندنا E midpoint و F midpoint. ال E midpoint وعندنا ال F midpoint. يبقى من الواضح ان انا لازما اخد التراينجل ده وابتدي بيه الاول اللي هو سي ام بي، لان لما هبدا بيه اقدر اشتغل بسي ام 3. عندي ميد بوينت عندي اف، ميد بوينت عندي اي، فاقدر ساعتها استنتج ان الاي اف بارالل بي سي واي اف هاف البي سي، وده اللي هيوصلك للمطلوب. يبقى في البدايه خالص انتراينجل ام سي بي سنس أخذ الـ given إن E and F E and F are midpoints of MB و MC. MB و MC then يبقى الـ EF ده parallel CB و EF half سي بي. دي أول حاجة بدأنا بيها، كنا واخدين واحدة شبهها في الحس. طب إيه رأيكم دلوقتي لما قلنا إن إي إف parallel للسي بي، وهو في الجيفن أي الـ AD parallel للسي بي برضه، خلاص يبقى إي إف و AD parallel لبعض. طيب إحنا قلنا إي إف half سي بي، وفي الجيفن هو قايل إن AD half سي بي برضه، يبقى أفهم من كده إن AD equal EF. طب لما يبقى الـ AD ده والـ EF لما يبقى الاثنين دول parallel لبعض وكمان equal، يبقى الشكل ده إيه؟ parallelogram. هنقولها إزاي؟ since أخد الـ given التاني إن هو قال إن AD parallel للـ BC، وقال كمان إن AD half الـ CB. زين حتى من غير الرسمة خالص من التكرار هنا هتشيل المتكرر سي بي سي بي، وهنا هاف سي بي هاف سي بي. لما بتشيل المتكرر وصلت لإيه؟ وصلت إن الإي إف بارلل لإي دي، وإيه كمان؟ وإن الإي إف إيكوال لإي دي. وبقول لكم كان في واحدة زيها بالظبط في الحس، طالما وصلنا إن في اتنين بارلل لبعض وكمان إيكوال في اللينس، يبقى الشكل parallelogram. يبقى كده زين AEFD is parallelogram. أثبتنا إن الشكل ده عبارة عن parallelogram. فاضل رقم 8. شوفوا كده فكرة النقط برضو ازاي نستخدم سيرم 3 ونربطها مع اثبات البارالوجرام الاثنين مع بعض. اكس ميد بوينت والواي ميد بوينت، يبقى مبدئيا كده هاخد التراينجل اي بي سي واشتغل بيه قبل ما اتعب دماغي باي شيء تاني. ام تراينجل ABC جوه تراينجل ABC since عندك X ميد بوينت وال Y ميد بوينت يا كمان since إن X and Y R ميد بوينتس of بالنسبة ل AB و AC. زين فايدة ده إيه؟ فايدة ده إن ال XY هيبقى parallel ل BC، وكمان XY هيمثل half
ال BC و XY half BC. طب ارجع بقى لحاجتين مكتوبين قدامك CE half BC. EB longest to BC ray. ايه الكلام ده بقى؟ مش احنا دلوقتي قلنا ان XY half BC وفي الجيفن كاتب لك CE half BC برضه. طبيعي انك تفهم ان XY ده بقى قد CE عشان كل واحد فيهم half BC. طب احنا قلنا XY فرق اللي BC. طب ما CE ده extension على نفس اللاين. خلاص يبقى XY فرق اللي CE برضه. زي المسألة اللي فاتت. طالما في اتنين ايكوال لبعض وبارل لبعض يبقى هيكونوا الباراليلوجرام اللي هو طالبه ده. يقول لك اثبت ان الشكل ده كده عباره عن باراليلوجرام. يبقى هاجي هنا هقول سينس اي بيلونجز تو بي سي ري. طب وسي اي هاف بي سي جبتها من الجيفن ومعلم عليها اهي. برضه ان انا اشيل المتكرر اصبح دول قد بعض. يبقى زين كده الـ XY بقى parallel لـ CE وكمان الـ XY equals لـ CE. طالما في اتنين قصاد بعض طلعوا equal و parallel يبقى هيكونوا parallelogram. زين XY EC is parallelogram. أثبتنا إن الشكل parallelogram زي ما هو عايزه. كده احنا خلصنا التصحيح بتاع الهومور. اخد مننا يعني حوالي نص ساعة بس انا كأني شرحت الدرس من اول وجديد.